السلام عليكم. من أكثر المواضيع اللي بنواجهها وبتكون تشالنجينج مواضيع الانفرتيلتي، أو خلينا نحكي بأنذر تيرم اللي هو سب فيرتيلتي، لأنه الستيل البريجنسي ممكن يصير مع الأساس التكنيك اللي بنستخدمها الآن. هلأ الفيرتيلتي بروبلمز اوريدي يعني نسبتها زادت، أو عدد الحالات اللي بنتعامل معها صارت أكثر، كونه أنه الناس اللي تعرضوا لكيموثيرابي وراديوثيرابي نتيجة التشايلد هود مالجنسيز السرفايفل ريت تبعهم كان افضل، وبالتالي هدول المرضى وصلوا لمرحله الريبرودكتيف ايج والان بنواجه مشكله في علاجهم. هاي نقطه. والشغله الثانيه انه التكنيك تبعت الاي في اف وتبعت الريبرودكتيف بروبلم عليها كثير ستاديز وعليها كثير ادفانسز، وبالتالي هذا بيعطينا مجال انه نتعامل مع الحالات بشكل اوسع واكبر. تقريبا من كل 7 couples they got married بيكون one of the couple حيكونوا presented على الكلينيك complaining of delayed pregnancy، يعني تقريبا overall 15% من كل population. زي ما قلنا subfertility أو استخدام حتى بالتعبير إنه نحكي التأخر الإنجاب أو تأخر الحمل أفضل من كلمة العقم. العقم معناه إنه يعني الإشي permanent problem. هلأ الكوبلز اللي بيكونوا جايين for counseling، خاصة اللي ما بيكونوش لسه كملوا سنة بعد زواجهم، 80% should be counseled إنه تقريبا بدون علاج 80% حيصير في عندهم pregnancy، ولو استنوا بدون علاج في السنة الثانية الكوميوليتيف pregnancy rate بيوصل فوق 90%. هلا اذا مر سنه على الكوبل وما صارش فيه بريجننسي، غالبا بيكون جاستيفايد اني اعملهم فحوصات وندخل بالانفستيجيشنز تبعت الانفيرتيليتي. الوضع يختلف عند الناس اللي بيكونوا ريسكي، مثلا مريضه بدها تاخذ كيموثيرابي كمان فتره، او مريضه عمرها 36 سنه وفوق. المرضى اللي بيكونوا اوريدي في عندهم فاميلي هيستوري اوف انفيرتيليتي بنكون كوشس معهم، غالبا 6 شهور از انف اني استنى عليهم. كجنرال ادفايس بالنسبه للسموكرز شود بي ادفايس تو ستوب سموكينج، خاصه الميل لانه بياثر على السبرم كواليتي. الومن الناس الاوبيس اللي اوفر 30 البي ام اي عندهم، او حتى الاندر ويت اقل من 19، شود بي ادفايس تو اوبتمايز ذير ويت قبل ما نروح باتجاه الفيرتيليتي تريتمنت، كونه هاي الميجرز بتحسن الفيرتيليتي ريت. بالنسبة للكوزز بنقسمها ل 4 main categories. الـ male factor which is the commonest خاصة في حالات الـ primary subfertility، الـ ovulatory أو الـ ovarian. أو الـ ovulatory خلينا نحكي بنحكي إحنا على الـ axis اللي هو hypothalamic pituitary ovarian axis. تقريبا معظم الحالات بنلاقي عندهم mixed، يعني بيكون في male and female factor at the same time. التيوبل فاكتور غالبا بتكون هي اكثر سبب في حالات السكندري انفيرتيلتي، يعني بيكون في عندهم هيستوري من قبل انه صار في بي اي دي، صار في سيرجري عاملين، صار في عندهم ادهيشنز نتيجه اندوميتريوسيس. تقريبا الربع او واحد من كل 25%، واحد من كل 4 كابلز بيكونوا جايين عشان يتعالجوا ما بنلاقيش عندهم سبب، بنحطهم في كاتيجوري ان اكسبليند انفيرتيلتي. بهذا الجدول ببين الفرق بين البرايمري والسكندري وترتيب كل كاتيجوري او كل جروب من الكوزز تبعت الانفيرتيليتي. اول موضوع او اول جروب حنحكي عنه الاوفيلاتوري ديس اوردرز اللي غالبا بنواجهها بشكل كثير كبير. هلا احنا حسب الـ WHO لتسهيل الفحوصات والانفستيجيشنز والتريتمنت طبعا قسمناها لجروب 1، جروب 1 و2 و3. جروب 1 يعني نسبة انه نتعامل معهم قليلة، اللي هو بتكون المشكلة سنترال في الهايبوثالاموس او في البيتوتري،
من ضمنها إنه يكون صار في excessive exercise, excessive weight loss في حالات الأنوركسيا النيرفوزة, أو يكون في عندهم مشكلة central, في عندهم tumor, في عندهم CNS trauma, CNS infection. هلأ الأذر syndrome اللي بيكون associated مع هذا الجروب اللي هو Kallmann syndrome, بيكون في عنده anosmia نتيجة disruption لأنه بيطلع من olfactory bulb, بيصير destruction للإمبريونيك migration تبع الجونادوتروبين نفسهم releasing hormone, وبالتالي centrally بتكون defective. هلا الجونادوتروبين طبعا اللي بنقصد فيهم ال LH وال FSH بيكونوا low, وبالتالي الاستروجين بيكون low, prolactin ممكن غالبا طبعا بيكون normal, ما فيش أي مشكلة في ال pituitary functionally, لكن أحيانا بيكون نتيجة الاسترس في عندهم hyperprolactinemia. ثاني جروب اللي هو معظم الحالات اللي احنا بنتعامل معها بالنسبه لل بيكون جايين بانوفيلاتوري, يعني بيكون في عنده اوليغومينوريا. على الالترا ساوند تقريبا معظمهم بنلاقي عندهم البوليسيستيك فاكتور. هذول الناس فعليا المشكله عندهم ديسفانكشنال, يعني المشكله في الريجوليشنز تبعت الهرمون. هلا الليفلز غالبا بيكون نورمال, في احيانا اذا كان كثير اكتف البي سي او, او اذا كان الاوفري كثير انلارج, وبالتالي ال اتش بيكون هاي. ولو حسبنا الريشو حتى لو كان نورمال, حسبنا الريشو ال اتش تو اف اس اتش بيكون اكثر من 2 لـ1. الاستروجين هدول الناس بيكونوا ويل استروجينايز على عكس الهايبر بولاكتينيم. الهايبر بولاكتينيم بتعمل نيجاتيف فيدباك وبالتالي بتعمل لو استروجين. هلا عشان هيك احيانا عشان نميز هل فعلي احيانا المرضى بيكون في عندهم هايبرولاكتين مع بي سي او, فبدنا نعرف هل المشكله تبعت الاوفيلاتوري ديسفانكشن من البرولاكتين ولا من الاوفيوليشن. بنعمل withdrawal test عن طريق بنعطي بروجستيرون. الناس اللي عندهم استروجين good استروجين بيصير في عندهم withdrawal. الناس اللي بيكون في عندهم low استروجين في حالات الهايبر برولاكتينيميا ما بيصيرش في عندهم withdrawal. الجروب رقم 3 اللي هو أقل حالات بنشوفها مع إنه الإنسيدنس تبعها بيزيد, والحالات اللي بنتعامل معها صارت أكثر, اللي هو البريماتور أوفيريان إنسفيشنسي. كانوا يسموه فيلير, لكن وجدوا إنه ممكن بدون تريتمنت يصير في سبونتينيس بريجننسي, وتشز يعني فيري لو الريت تبعه, يعني قليل جدا إنه يصير احتماليا المريضة تكون دخلت بإنسفيشنسي ويصير في عندها بريجننسي. فأقل يعني سايكولوجيكال تروما على المريضة نسميه إنه ضعف في التبويض أحسن من اللي هو فشل في المبايض تماماً. هذول طبعاً بيكون المشكلة بريفرال من الجونات, وبالتالي الاستروجين بيكون very low. ال LH وال FSH نتيجة النيجاتيف فيدباك بيكونوا هاي. tubal disease بالعادة بنواجهها بالsecondary infertility. secondary infertility يعني المريضة صار في عندها spontaneous pregnancy من قبل وصار في عندها delivery, وبالتالي في البداية ما كان في عندها أي مشاكل. غالباً زي ما قلنا هذول المرضى بيكونوا تعرضوا ل PID لإنفكشن, لأوستركشن نتيجة سيرجري, أدهيجنز وهكذا. هلا أكثر كاتيجوري حاليا يعني بركزوا عليها كثير في موضوع الريسيرش اللي هو موضوع البريتونيال أو اليوتيراين. مقصود البريتونيال اللي هو مين للك الجروب تبع الإندومتريوسيس, لأنه بشكل أساسي بيعمل ديستورشن للكافيتي, وبالتالي بيأثر بيعمل تيوبال فاكتور, بيقلل الأوفيريان ريزيرف, وبالتالي بيعمل أوفيلاتوري فاكتور, بيعمل بلفيك إنفكشن, وبالتالي بيكون في مشكلة حتى بالترانسبورت, وبقلل implantation rate طبعاً. هلأ لقوا إنه infertility rate بيكون very high, يعني تقريباً up to 50% من المرضى اللي عندهم endometriosis. لكن مع العلاج حتى لو المريضة ظلت على يعني بدون أي induction أو بدون أي علاج, natural conception عندهم مع الوقت بيكون cumulative بيوصل 70%. الادهيجنز بالنسبه للانترا بيريتونيال ادهيجنز مينلي ريليتد زي ما قلنا للاندومتريوسيس. هلا الادهيجنز ممكن تكون انترا يوتيران زي في حالات الاشرمان سيندروم نتيجه ممكن يكون انفكشن او ريبيتد كيوريتاج. بالنسبه للفايبرويد هلا غالبا السيرجري تبعتها نتيجه السوتشرز اللي بتكون على السيرفس اوف ذا يوترس هو اللي ممكن يعمل ادهيجنز. هلا هل وجودها بيعمل نيجاتيف فيدباك على الفيرتيليتي او لا, في ديبيت على هذا الموضوع. لكن بشكل اساسي اذا كانت سب ميكوزل وعامله ديستورشن للكافيتي او عامله اوستركشن للكورن والان تبع اليوترس, افضل انه نشيلها هيستروسكوبيكالي بيحسن, خاصه اذا كانت اقل من 3 سم وكانت ايزلي انه يعني كان بي ايزلي ريموفد, بيحسن الفيرتيليتي ريت والإمبلانتيشن ريت. الميل فاكتور اللي هو خلينا نحكي اللي هو المجموعة الثانية بعد الأوفيلاتوري فاكتور,
بشكل أساسي إحنا كجاينيكولوجيست أو جنرال براكتيشنر بنطلب سيمن فلويد أناليسيس، إذا كان فيه أي مشكلة بنحول على طبيب الأندرولوجي أو اليورولوجي، لأنه غالباً بيكون فيه له أسباب كتير حسب ما مذكور، بس ممكن من خلال الهيستوري للكوبل كونهم بيجوا على الكلينيك نشوف إذا هو فعلياً at high risk إنه يكون في عنده ميل فاكتور انفيرتيليتي او لا، اذا كان في بريفيس هيستوري اوف مامز عامل سيرجري من قبل، خاصه الهيفي سموكرز بيكون الكواليتي تبع السبيرم تبعتهم قليله، او اذا كان بياخذ اي دراجز زي الستيرويد بتكون عامله نيجاتيف فيدباك وبالتالي بتدخل المرضى ب اوليغوسبيرميا او ازوسبيرميا. المقصود بالازوسبيرميا اللي هو يعني بالإيجاكولت او بالسيمين فلويد اناليسز السبيرم كاونت از زيرو. هلا الاوليغوسبيرميا اقل من 15 مليون وتشز يعني اللي هو النورمال كت اوف بوينت بالنسبه ل حسب ال WHO في 2010 حطت نيو كرايتيريا، ولحتى الان احنا صرنا 10 سنين ماشيين عليها. بالنسبه للاوليغوسبيرميا اقل من 15 مليون يعتبر سيفير اوليغوسبيرميك او اوليغوسبيرميا لهذا الميل انه تكون اقل من 5 مليون. الازوسبيرميا زي موضوع اللي هو الاوفيلاتوري ديسفانكشن بنقسمه حسب الاكسس، ممكن تكون مشكله فوق سنترال من الهايبوثالاميك بتوتري فيلير، او المشكله تكون بالتستس المشكله تكون عنده اوبستراكتيف يعني في مشكله اللي هو اقل احتماليه انه يكون اوبستراكتيف او نون اوبستراكتيف يعني ايديوباثيك. هلا بالنسبه للنون اوبستراكتيف الكومنست كوز بالنسبه لهم اللي هو برايمري تستيكولار فيلير، الاسباب الفيلير مش دائما بتكون معروفه لكن لازم تو بي تريجر بالهيستوري، اذا كان في عنده في خاصه دورينج تشايلد هود كان في عنده كريبتوركوديزم او تستيكولار تورشن صار في عنده اوركايتس. هلا بالنسبه للكروموزوم الاناليسز اللي بيساعدنا في هذه الحالات، اي مريض عنده ازوسبيرميا او في عنده سيفير اوليغوسبيرميا يعني اقل من 5 مليون لازم نعمل له كيري تايبنج بشكل اساسي عشان نتاكد انه ما عنده كلاين فلتر سيندروم. المايكرو ديليشن هاد من يعني تست بينطلب سيبريت عن الكاريوتايبنج، الناس اللي بيكون في عندهم هاي مايكرو ديليشن يعني في فراجمنتيشن كثير بال واي كروموزوم وبالتالي بيكونوا ات ريسك انه يكون في عندهم انفيرتيليتي. الأوستركتيف أزوسبيرميا نسبتها أقل. هلأ المرضى اللي بيكون عندهم سيستيك فايبروسيز أو رينال تراكت أنوماليز هم اللي غالباً بيكونوا عرضة أن يكون في عندهم مشكلة بالفاس ديفرنس خاصة إذا كان بايلاترال. بالنسبة لموضوع الفاريكوسيل هلأ كتير يعني منتشر وشائع موضوع الفاريكوسيل سيرجري، فعلياً إذا السيمين أناليسيس كان within normal معناه no need إلا إذا كان كلينيكالي يعني محتاج البيشنت أنه يعمل فاريكوسيل سيرجري، يعني احنا من ناحيه فيرتيليتي مش هيحسن الفيرتيليتي اوت كان اذا كان السيمين اناليسز نورمال، لكن اذا لقينا انه في مشكله بالسيمين اناليسز معناها انه ممكن تكون الفاريكوسيل اوف بنفيت خاصه اذا كانت على الالترا كلينيكال ايفيدنت، يعني لما انه دكتور اليورولوجيست ياخذ ديسيجن ابون كلينيكال فايندينجز. بالهيستوري انا كتبت لكم يعني كل الديتيلز تبعت الهيستوري لازم نسال عنها ببوينتس عشان يكون سهل عليكم تعملوا الشيت. بشكل أساسي بالنسبة للفيميل بنسأل على السايكل، على الريجولاريتي، على إذا كان في عندها هيفي يعني تو تريجر الأندرلاينج كوزز تبعت البي سي أو الأنفيوليشن، إذا كان في عندها بريمنسترال بين أو كرونيك بلفيك بين عشان الإندوميتريوسز الهيفي بيريد، إذا كان في عندها يعني ترول أوت الفايبرويدز أو الأدينومايوسز بوسكوتال بليدنج، إذا كان في أي لوكال إندوميتريال أو سيرفايكال باثولوجي. الريسك فاكتور لا تيوبال ديزيز او ابدومينال بلفيك ادهيجنز انه يكون صار في عندها انفكشن في حالات الاس تي اي في حالات بريفيس هيستوري اوف اكتوبيك. نكمل نسأل بشكل أساسي على الـ present complaint اللي هو الـ duration تبع الـ infertility، هل هي primary أو secondary، أي في أي previous treatment received من قبل، أي stress المريض تعرضت له بالفترة الأخيرة، أي eating disorders داخلي في bulimia أو anorexia nervosa، الـ hot flashes عشان موضوع الـ premature ovarian insufficiency،
بالنسبة للمنسترول هيستوري بنسأل عنه in details عشان نشوف أي مشكلة intrauterine أو tubal أو intraperitoneal حسب ما قلنا قبل، وخاصة الأمنوريا بنشوف هل هي primary أو secondary، لأنه primary أمنوريا غالبا المريضة بيكون في عندها syndrome أو الكاريوتايبنج is indicated بهذه الحالات. secondary بتكون نتيجة معظم الحالات اللي هو premature insufficiency أو صار في عندها central بروبلم زي السايكولوجيكال ستريس او اكسسيف اكسرسايز. السكشوال هيستوري لازم نسال عنه عشان نتاكد انه ما فيش اي مشكله اورجانيك او ما في شيء عندي اي مشكله محتاجه لعلاج، خاصه موضوع اللي هو الكويتال فريكونسي، يعني هل هو ادكويت عشان يصير في بريجننسي او المشكله اساسا. السيرجري بنسأل ان ديتيلز مينلي بلفيك ابدومينال سيرجري بالميديكيشن اي كيموثيرابي او راديوثيرابي او تعرضت او المريضه اذا كانت تاخذ كونتراسبتيف ميثود، لانه في حالات الكومبايند او سي بيز ممكن يصير في بوست الامينوريا، يعني المريضه عشان تو ريكفر الاكسس تبعها او الهرمونال ريجولاريتي تبعتها تحتاج لوقت، خاصة إذا كانت ماشية عليه لفترات أو لسنين طويلة. الأوستريك هيستوري عشان نشوف إذا في أي بريجنانسي من قبل وهل هو كان سبونتينيس أو نتيجة أو كان في فعليا في مشكلة بالإنفرتيليتي وتم عمل أي في إف أو أي تايب من الأوفيوليشن إندكشن. الميل هيستوري بشكل أساسي بنركز على زي ما قلنا تشايلد هود testicular descent، إذا صار في during puberty هل كانت ال changes أو ال secondary sexual characteristics موجودين أو لا، أي previous trauma surgery up to 50% ما بنلاقيش عندهم سبب عضوي. بالإكزامينيشن لازم نعمل pelvic examination to look for the cervical motion tenderness، نشوف السيرفايكل أي في إذا في أي cervical local problem، نشوف أي signs of atrophy دليل إنه المريضة دخلت بهايبوستيروجينيميا. بالأبدومينال examination نعمل pelvic abdominal examination، نعمل ultrasound ببين لي اليوتروسكرال نودولاريتي، وبالتالي ممكن يعطيني إنه كلو إنه في المريضة عندها underlying endometriosis. الثايرويد اكزامينيشن يفضل نعمله لكل البيشنتس، هلا في بعض الريكومنديشن تقول الا اذا المريض سيمتوماتيك، لكن هو فعليا من التست اللي بنلاقيها الثايرويد اكزام والبرولاكتين ممكن تاثر على الاوفيوليشن، فممكن نعملها كسكند لاين انفستيجيشن. هلا حسب ايش طلع عندنا بالاوتكم او بالشيت بنجمع الفايندينجز، مريض عندها اكني هيرسوتيزم اكانثوسيس معناها بي سي او، مريض عندها بولدنس وكلايتوروميجالي هذول مش من الساينز تبعت الهايبو تبعت البي سي او، غالبا بيكون بيريليزم بمعنى انه المريضه في عندها هايبر اندروجينيميا، غالبا بيكون تيومر سكريتنج اندروجين، هلا اندروجين سكريتنج تيومر. بريست اكزامينشن عشان نحدد في اي ستيج والسكندري سيكشوال كاركترستكس، اي بلفيك ماسس الاوفيريان ماسس شود بي اكسكلودد. البلفيك اكزامينشن زي ما قلنا بدنا نشوف السيرفكس، بدنا نشوف اي انتر بلفيك اكزامينشن بوث عن طريق السبيكيولوم عن طريق الترانس فاجينال اكزامينشن باي مانوال، بنحتاجه فقط في حالات معينه اذا شكينا ان المريضه عندها فيكس ريتروفيرسد يوترس في عندها يوتروسكرال نوديولاريتي بنعمل باي مانوال عشان نشوف هل فعليا اليوترس موبايل او لا، واذا كان في اي نوديولز كان بيبالبل وبالتالي بنقدر نشخص او بنقدر تو سسبكتد الاندوميتريوسيس في هدول المرضى. بالانفستيجيشنز هلا اول جروب حكينا عنه اللي هو موضوع الاوفيلاتوري ديسفانكشن، بدنا نتاكد من تو دوكيومنت الاوفيليشن في هذول المرضى عشان ترول اوت الانفيلاتوري سايكلز عن طريق في اكثر من طريقه اللي بنعتمد عليها بشكل اساسي اللي هو اليوتيال فيز بروجستيرون. قديما كانوا يستخدموا الاندوميتريال بايبسي ويشوفوا التشينجز تبعت السيلز اندر يعني بالهيستولوجي عشان يتاكدوا هل فعليا وصل لسكريتوري فيز او لا، معناه انه صار في بيك للبروجستيرون او لا، لكن الان احنا بنعتمد على اليوتيال فيز بروجستيرون. مريضه مش ماخذه اي دواء، مش ماخذه اي اوفيوليشن اندكشن دراجز، نعمل البروجستيرون بعد 7 ايام من الاوفيوليشن، يعني مريضه عندها ريجولار سايكل وبتيجيها البيريود كل 28 يوم على اليوم ال 21، لكن مريضه عندها ريجولار سايكل بدنا تتراك الاوفيوليشن في اكثر من شهر وبعدين او بناخذ اكثر من قراءه من البروجستيرون عشان نتاكد انه هي اوفيولاتوري. البيزل بادي تمبرتشر ما بنقدرش نعتمد عليها 100% لانها شيء سبجكتيف فيلينج من المريضه، هي اللي بتقيس التمبرتشر باي هير اون، وبالتالي هي ون اوف ذا ميثودز، لكن ما بنقدرش تو دوكيومنت انه فعليا صار في اوفيوليشن، لكن هو اللي بيصير انه اوفيلي او اليفيشن في التمبرتشر
في 3 أيام بعد الأوفيوليشن بشكل أساسي، اللي هو بيكون يعني مع البيك تبع البروجستيرون. ال اتش كيت فكرتها إنه باليورين بنفحص التايم أوف ال اتش بيك، بيعطيني مارك أو بتغير الكالر تبعه بعد 24 ساعة بتوقع إنه حيصير في أوفيوليشن. بهذا الشارت مبين كيف البيزل بودي تمبريتشر بترتفع، يعني ارتفاعها ما بيكونش كتير عالي، لكن الناس اللي بيكون عندهم لو ثريشولد فعليا they can document the changes اللي بتصير في التمبريتشر. ال FSH من التست اللي بتساعدنا جدا، هلا احنا بنقيسه على اليوم الثاني للثالث من الـ menstrual cycle، كونه انه بيكون في البيسل ليفل تبعه هو وال LH، لكن احنا بشكل اساسي بدنا ال FSH لانه يعني الفوليكلز الموجوده بالاوفري بتفرز استروجين، الاستروجين بشكل اساسي بيشتغل على الفيدباك تبع ال FSH، وبالتالي اذا كان هاي FSH نتوقع ان الاستروجين يكون لو، واذا كان لو FSH نتوقع المشكله سنترال انه من الهايبوثالامس او من البيتوتري. هلا اذا لقينا ال FSH اكثر من 15 معناه انه المريضه غالبا يعني exhausted residual follicles تبعونها، اذا كان فوق 30 على 2 consecutive او يعني قراءتين بالحد الادنى بينهم 4 إلى 6 أسابيع، يعني من قراءه واحده بنقدرش نعتمد عليها 100%، ممكن يكون في خطا بالمختبر، ممكن المريضه ما راحتش في اليوم اللي قلنا لها عليه، وبالتالي يفضل ناخذ قراءتين عشان قبل ما نخبر المريضه انه دخلت بأوفيريان فيلير. impaired ovarian reserve لأي مريضة فوق 9 غالبا، يعني الكت اوف فاليو لأو انه فعليا المريضة من اذا ارتفع الـ FSH اكثر من 9 بتكون عدد الفوليكلز او الانترال فوليكولر كاونت بيكون very low بالأوفريز. بالنسبة للفحوصات الثانية اللي هو استراديول كنا نعتمد عليه بشكل أساسي قبل موضوع الترانسفجينال ألتراساوند، كنا نتابع اللي هو الفونكشن تبعت الفوليكلز عن طريق الاستراديول اللي هي بتفرزه من الجرانيولوزا سيلز. هلا الآن نو نيد لأنه فعليا الترانسفجينال ألتراساوند فيري سنسيتيف، ببين فعليا الفوليوم، ببين الميجرمنتس والسايز تبع الفوليكلز، وبالتالي بنقدر نعتمد عليه بشكل أساسي. هلا الألتراساوند غير إنه بنعمل يعني وي تراك الأوفيوليشن عن طريقه وي كان اكسكلود موضوع البوليسيستيك اوفري سيندروم، وبلس بنقيس الانترال فوليكولر كاونت في المرضى اللي بكون شاكين انه هم في عندهم اوفيريان انسفيشنسي. ثايرويد والبرولاكتين حسب ما قلنا انه هو ريكومنديشن اتز ريكومندد انه اعملهم لما المريضه تكون سيمتوماتيك يعني عندها مشكله او بتشكي من شيء معين، لكن انه عملهم روتين فور اول بيشنتس اتز نوت ريكومندد، بس اكشلي هو يعني براكتيكال وايز غالبا بنلجا لهم تو رول اوت الاسيمتوماتيك كونديشنز. بالنسبه لليوترين كافيتي لازم نتاكد ما في عندي انتريوترين بروبلم، ما في ادهيجنز، اي انوماليس سبتم، وكل هاي الامور عن طريق بشكل اساسي الالتراسونوجرافي. اذا شكينا انه في مشكله بالالتراسونوجرافي بنروح للهيستروسالبنجوجرافي او شيء بنسميه الهايكوزي. هايكوزي اللي هو بنحقن سلاين في اليوترس اثناء واحنا بنعمل التراساوند. والديفينيتيف ميثود عشان اشخص اي انترايوتيران باثولوجي خاصه الادهيجنز اللي هو عن طريق الهيستروسكوبي. هلا بهاي الصوره مبين اللي هو النورمال هيستروسالبنجوغرافي ستدي، هي عباره عن اكس راي بنصور المريضه بعد ما نكون حقنا كونتراست ماتيريال. هلا في المرضى اللي بيكون في عندهم الرجي للكونتراست ماتيريال وقتها بننصحها انه تعمل سلاين انفيوجن التراسونوجرافي، مبين عندنا الفيلينج تبع اليوتيراين كافيتي،
بلس التيوبس ديلينيتد بالبيكتشر، والسبيلج لازم يكون مبين في البريتون. الهيستروسالبنجوغرافي ما بناخد سنجل ستادي او سنجل بيكتشر لانه ما بتكونش ريفلكتيف 100% للكونديشن، بناخد فور فيلمز ايرلي فيلينج لغايه ما يصير في عندي بيريتونيال سبيلج. بيبين كيف صار الفيلينج، وين المشكله صارت اثناء البروسيجر، اذا كان مثلا في اثناء التيوب الفيلينج صار في اوستراكشن نتيجه خلينا نقول تيوب السباز مع البريشر ممكن يتحسن، الا اذا كان فعليا في اكتوال اوستراكشن، وقتها ببين انه نو سبيلج او التيوب مش مبينه على الاكس راي. الهاي كوزي او سلاين انفيوجن التراسونوغرافي، اني نحقن سلاين في الاندوميتريال كافيتي، وبالتالي اي بوليب اي فايبرويد بتبين من خلال الالتراساوند. بالالتراساوند مبين في سب ميوكوزال فايبرويد، هذا على الستدي تبعت الهاي كوزي. الهستروسكوبي مشكلته ما بيقدرش او ما يعني it does not test التيوبال باتنسي، لانه هو عباره عن كاميرا بشوف فيها الاندوميتريال كافيتي، عشان هيك اي انترايتران باثولوجي نلجا للهستروسكوبي او حتى بالسيرفكس بقدر اعمل ريزكشن، بقدر اعمل بوليبكتومي، ولكن بالنسبه للتيوبال باتنسي it is not used to confirm. هلا بالنسبه للاوفيوليشن حكينا عنه تو دوكيومنت الاوفيوليشن اول نقطه. النقطه الثانيه بدنا نشوف التيوبال باتنسي. الشغله الثالثه اللي هي اقل يعني من اقل الاسباب اللي ممكن نشوفها موضوع السيرفايكال فانكشن، اذا كان في يعني ساينز اوف سيربيسايتس، في بوليب عامله اوبستراكشن، في سيرفايكال ستينوسيس من بريفيس سيرجري، او في انوميلي يعني السيرفكس مش موجود عن طريق البلفيك اكزامينشن بشكل اساسي. هلا نايس ريكومنت اجينست البوست كويتال تيست، خاصه انه هو البوست كويتال تيست يعني بعد 4 ل 8 ساعات من الانتركورس بناخذ بناخذ الميوكس سيرفايكال ميوكس وي تيست، او بنشوفه تحت الاندر مايكروسكوبي حسب الشكل اللي بيعطيني اياه بقرر اذا فعليا هذا السيرفايكال ميوكس او في بينتريشن للسبيرم او لا. هلا فعليا هو ما بيعكس ليش اي يعني انه حيصير بريجننسي او لا، وبالتالي في حالات الانفيرتيليتي نو لونجر يوزد اوت فاشنت. سيرفايكال ميوكس بهاي الطريقة اللي هو اللي حكينا عنه بوست كويتال تيست. المرضى أو المريضة اللي بيكون في عندها نان هوستايل ميوكس بيكون أو فيرتايل ميوكس بيكون معطيني الفيرنينج تيست أو الفيرنينج بيكتشر. تؤسس التيوبال باتنسي بنعتمد على تو بروسيجرز، الهستروسالبنجوغرافي اللي حكينا عنها في موضوع التيوبس، والبروسكوبي with dye. هلا الهستروسالبنجوغرافي it is the first screening tool of tubal patency لكل الpatients، إلا إذا كانت المريضة high risk يعني مريضة عندها recurrent PID، عندها severe adhesions من previous surgery، وقتها بنروح للبروسكوبي with dye. أي نتيجة negative يعني الهستروسالبنجوغرافي المفروض يحكي لنا patent tubes bilaterally. هلا إذا حكينا في أي blockage sensitivity تبعت الهستروسالبنجوغرافي أقل، كونه إنه أثناء البروسيجر ممكن يصير سبازم أو يصير كينكينج للتيوب، وبالتالي تعطي البيكتشر تبعت إنه في obstruction بس actually ما بيكون في أي مشكلة بالتيوبس. زي ما قلنا إذا الهستروسالبنجوغرافي ديكلايند من المريضة ممكن نعمل اللي هو السلاين التراسونوغرافي. الكلاميديا الانتيبادي تيست بتساعد في المرضى اللي صار في عندهم previous history of PID، إذا لقينا الانتيباديز موجودة غالبا هذا بيعطيني impression إنه في tubal destruction أو tubal disease.
سيمين أناليسيس أسسمنت، إذا هلا سيمين أناليسيس له كريتيريا هلا حتمر علينا، إذا لقينا السيمين أناليسيس في مشكلة مباشرة نعمل كونفرماتوري تيست عن طريق إنه نعيده إيميديتلي. إذا لقينا المشكلة إنه يعني خاصة إذا كانت سيبير مثلا، تيست بين أزوسبيرميا أو تيست بين يعني زيرو موتاليتي، مباشرة نرجع نعيد كونفرماتوري تيست. هلا إذا كان التيست يعني within normal أو بالحد الأدنى، خلينا نقول على lower range of normal criteria، بنعطي قبل ما نعيد التست بنعطي، خاصة إذا كان المريض أو الـ patient على drugs أو على أدوية أو على علاج، بنعطي مجال 120 يوم 3 شهور لـ new cycle من spermatozoa to be released عشان نعمل another test. وغالبا هذا بنحتاجه بالـ follow up بعد السيرجري أو بالـ follow up إذا مريض كان severe oligospermic وأخذ drugs، نشوف كيف الـ response للتريتمنت. الكريتيريا اللي ماشيين عليها اللي هي WHO بال 2010 انحطت، تغيرت في كتير أمور، من ضمنها مثلا المورفولوجي كانوا بيعتبروا أنه بالأول 80% وبعدين قللوها ل 50% وبعدين 20%، أنه لازم تكون بالحد الأدنى normal forms عشان نحكي عنه هذا البيشنت فيرتايل، لكن مع الستاديز بين أنه الأرقام شوي اختلفت، كان 20 مليون السبرم كونسنتريشن، الآن بيعتبر يعني قللوا شوي الكريتيريا عشان يقللوا احتمالية أو الانترفنشنز اللي بتكون unnecessary. هلا هذا الكريتيريا مطلوب منكم تكونوا حافظين كل element وإيش النورمال تبعه، أقل من هيك طبعا يعتبر abnormal. المانجمنت بيعتمد بشكل اساسي على اللايف ستايل موديفيكيشن، خاصه لما يكون في مشكله زي الهافي سموكينج او المريضه موربيدلي اوبيس. هلا اذا عملنا ريفرسال لهاي الريسك فاكتورز، غالبا المرضى ممكن ما يعني يصير في عندهم سبونتينيوس بريجننسي ناتشرالي. الادفايس بالنسبه للجروب 1 انه تو اوبتمايز الويت بالدرجه الاولى، اذا كان الفيجرس الاكسرسايز انه يقلل الاكسرسايز ليفل. هلا اذا بدنا نساعدهم او مثلا المريضه كانت اولد ايج ومش ما بدهاش تاخذ وقت في اللايف ستايل موديفيكيشنز، خاصه عشان موضوع الويت بياخذ وقت، بنعطيهم جونادروبين ريليزنج هرمون، يا اما بنعطي الاجونست من يعني بنشتغل بدل الهايبوثالامس، او بنعطي الجونادروبين اللي هم ال اتش والاف اس اتش بدل البيتوتري. هلا هذه الصوره بتبين شكل الاوفري، فعليا هاي صوره لمريضه ترانسفيجن الالتراساوند، ومبين نيدل تبعت الاج ريتريفل اثناء الاي بي اف سايكل، لكن هذه الصوره بتبين على الالتراساوند لاي مريضه بتكون ماخده الاوفيوليشن اندكشن دراجز. الجروب 2 حسب ايش البرزنتيشن، يعني اذا مريضه كان ال اتش تبعها فيري هاي بنعطيها سبريشن، اذا كانت المشكله عندها الاوبيسيتي بنعطيها بنقلل الويت او بننصح انه تدكريس الويت، اذا كان المشكله عندها بالانسولين ريزيستنس بنساعدها عن طريق نعطي الميتفورمين along with الاوفيوليشن اندكشن، اذا كان المشكله عندها بالهايبر اندروجينيميا بنعطي انتي اندروجين وبنقلل او بنقلل عن طريق انه بنقلل ال اتش، وبالتالي ال اتش حيقلل الافكت تبعه على الثيكا سيلز وبالتالي حيقلل الاندروجين. هلا الفيرست لاين تريتمنت الكلوميفين او الليتروزول، حاليا اعتمدوا بشكل اساسي كفيرست لاين اللي هو الليتروزول، اذا ما صار في ريسبونس الكلوميفين بيجي نكست، لكن الى الان الكلوميفين وايدلي يوزد مع الميتفورمين. الفيرست لاين دائما بنستخدم سنجل دراج بعدين نعمل كومباينيشن. هلا اذا كانت المريضه كلوميفين ريزيستنت يعني اعطيتها لمده 6 شهور وما صار في عندها اوفيوليشن، بدنا نروح للسكند لاين تريتمنت عن طريق يا اما بعمل بعطيها جونادوتروبين، هلا سكند لاين بنعمل زي ما قلنا كومباينيشن للدراجز اللي كانت تاخذهم، او بنعمل اوفيريان جيلينج عشان نقلل الاكتيفيتي تبعت البوليسيستيك اوفري عن طريق انه احنا بنقلل او بنقلل السيرفس الفوليوم تبع الكورتكس،
أو بنعطي جوناتروبين مباشرة زي التريتمنت تبع الـ IVF الـ HFSH. هذه اللابروسكوبيك بيكتشر لمريض عامل اوفيريان دريلينج. اوفيريان دريلينج ما بنعملش اكستنسيف، فقط 4 هولز اللي مسموح لنا بكل الاوفري، واقل من 4 سكندز نستنى على الالكتروكوتري. رقم ثلاثة premature ovarian insufficiency، هدول مشكلتهم انه فعليا بيحتاجوا ل ovum donation، وبالتالي خاصة للمرضى اللي بيكونوا عاملين bilateral oophorectomy في الchildhood نتيجة مشكلة التيومر، او بيكونوا تعرضوا لكيموثيرابي والبوث ovaries بالنسبة لهم non functioning. هلا بيعتمدوا على الاوفن دونيشن، ولكنه يعني مش اي بلد او مش اي انستيتيوت بتسمح، كونه انه بيعمل ميكسينج للجينيتك ماتيريال، وبالتالي بيعمل ترانسميشن للجينيتك ديس اوردرز من الاذر وومن. اذا كانت المريضه كل مشكلتها بالهايبر بلاكتينيميا، اول نقطه بدنا نتاكد انه ما يكونش في عندي مشكله بالبوتوتري، وبعدين نعطي دوبامين اجونيست زي برومكربتين. هلا تيوبال ديزيز هو اكثر يعني كاتيجوري شوي ديفكالت في المانجمنت، كونه ان التيوبس فيري ديليكت والسيرجري تبعتها بدها ويل اكسبيرينس لابروسكوبيك سيرجن. هلا اذا كان مايلد تيوبال ديزيز، ممكن نعمل مايكرو سيرجري، يعني نحاول نعمل انفليشن للتيوب، او نحاول نعمل انسترومنتيشن على اساس انه تو كيب التيوبس بيتنت. هلا الفيلر طبعا تبعتها عالية، عشان هيك الـ IVF is a good alternative للسيرجري. المرضى اللي عندهم hydrosalpinx، خاصة إذا كان عندهم bilateral hydrosalpinx، الأدفايس إنه to go for bilateral salpingectomy، لأنه التوكسيك ماتيريال اللي بتطلع من الـ hydrosalpinx بتكون توكسيك، يعني ممكن تعمل تأخر الـ fertilization وتأثر على الـ implantation، وبالتالي live birth بتكون أعلى بعد salpingectomy. الاندوميتريوسيس طبعا كتير في عليه يعني داتا، خاصة انه احنا قلنا معظم الجروب تبع الاندوميتريوسيس بيتعرض ل سب فيرتيليتي او ديليد فيرتيليتي لفترة معينة. هلا الميديكال تريتمنت اللي احنا بنعطيها في الاندوميتريوسيس تو ديكريز البين، او عشان اشوف موضوع، خاصة احنا بشكل اساسي بنعطيها عشان موضوع
premenstrual pain أو البوست كويتال بين. يفضل هلا هو فعليا بيعالج الأعراض لكنه ما بيحسن الـ IVF outcome. يعني مريضة صار لها فترة ماشية على medical therapy، لو عملت IVF النتيجة تبعت الـ أو outcome بيكون أقل من مريضة عملت لبروسكوبي للإندوميتريوسيس. عشان هيك بننصح المرضى قبل ما يروحوا لـ IVF إنهم يعملوا ablation واكسجين للإندوميتريوتيك سبوتس. هاد بيحسن، لأنه كلها عبارة بيعتبروها لوكوترينز وتوكسيك ماتيريال وكلها بتأثر على السكسس تبع الاي في اف. هلا المرضى اللي عندهم اندومتريوم، هلا قديما او فعليا كنا نعتمد انه اي مريض عندها اندومتريوم عشان احسن الاوفيوليشن والاوتكم تبع الاي في اف نروح نعملها ريزكشن للاندومتريوم. هلا وجدوا انه الريزكشن اول شغله ما بيحسنش اللايف بيرث، النقطه الثانيه انه بيقلل الاوفيريان ريزيرف بشكل كتير كبير، كون الاندومتريوما على عكس السمبل سيست بتكون فيري ادهيرنت وبتكون انفيدنج الاوفري، وبالتالي احيانا نضطر نشيل جزء كبير من الاوفري، فبنكون دخلنا المريضه في اياتروجينيك بريماتور اوفيريان انسفيشنسي. الميل فاكتور، هلا احنا قلنا بالنسبه اذا كان في اي مشكله في السيمن اناليسز احنا بنرجع بنعيد، اذا طلعت نفس المشكله بنحولها على دكتور يورولوجيست عشان فول اكزامينشن، يعمل فول انفستيجيشنز تو لوك فور اندرلاين كوزز. هلا بشكل اساسي اذا كانت المشكله بالال اتش اف اس اتش، يعني المشكله بالبوتوتر او هايبوثالامس، بنعطي جوناتروبين او جوناتروبين ريليزنج هرمون اجونست ان ابلس تايل مانر، او بنعطي ال اتش اف اس اتش اللي هو الجونادوتروبينز. Other problems غالبا دكتور المسالك هو اللي بيعالجها. هلا المرضى اللي بيكون بالنسبه للانتسبيرم انتيبوديز بنلاقي بشكل روتين اللي بيعملوا سكريننج او زي واي مايكرو ديليشن روتين اللي بيعملوا لاي مريض في عنده مشكله بالفيرتيليتي. هلا هدول التست نوت ريكومندد روتين الا اذا كان المريض عامل من قبل يعني تستكيولر سيرجري، وانا متوقع انه يكون في عنده انتيبوديز. وحكينا على موضوع الفاريكوسيل بشكل أساسي لأنه هو أكثر مشكلة بريفيلنت وبتتعالج بشكل كتير كبير، سواء للحالات المحتاجة أو اللي مش محتاجين. هلا تقريبا واحد من كل فور كابلز اذا ما لقيناش في سبب معين عند الميل والفيميل بيكون مشكلتهم unexplained، يعني في other pathology بتكون على يعني molecular level ما يعني لساتها not well discovered، وبالتالي بنعالجهم بطريقتين. اول نقطه بشكل اساسي هدول المرضى اذا استنوا لفتره سنتين، يعني مريضه اجت بعد سنه وكان أثناء الكونسلينج should be advised إنه to wait another one year without intervention، لأنه غالباً intervention في حالات unexplained بنروح للـ IVF. هلأ خلال السنة هاي ممكن to offer intrauterine insemination، هو مش الـ mainstay of management، يعني مش not recommended highly recommended في حالات unexplained، لكن ممكن يحسن الـ success rate. هلأ أي مريضة صار لها سنتين يعني على عملت فحوصات وعلى أدوية وما صار في عندها pregnancy، بنروح باتجاه الـ IVF بيكون indicated في هاي الحالات. الاسيستد ريبرودكتيف تكنيك احنا بنقصد فيه اللي هو التكنيك اللي زي الانتريوترين انسيميشن، سواء كان اسوسييتد مع او وذاوت كنترولد اوفيريان ستيميوليشن، يعني كنا اعطينا قبل الدرجز او لا. طبعا افضل في حالات الاي او اي انه ما نعمل اي او اي على ناتشرال سايكل،
كون السكسس ريت تبعها اقل، اي مريضه تروح اي او اي بالحد الادنى تكون ماخذه اوفيوليشن اندكشن عشان نحسن السيرفا السكسس ريت. هاي اول نقطه. النقطه الثانيه اللي هو اللي بنسمع فيه اطفال الانابيب او الزراعه اللي هو الاي في اف ان فيترو فيرتلايزيشن، كوننا بنعمل الفيرتلايزيشن اندر مايكروسكوبيك يعني بروسيجر او مانوفرز او بنرجع امبريوز. الاكزي هي 1 يعني جزء من الاي في اف. الانتراوترين انسيميناشن، هلا حكينا في شيء اسمه ستيميوليتد سايكل، في شيء اسمه انستيميوليتد. انستيميوليتد بستعيد عنه في نقطتين، مريضه مثلا تيرنر، مريضه عندها سايكوسيكشوال بروبلم، في عندها فيزيكال ديسابيليتي، ما بيصيرش في انتركورس، وبالتالي كبديل للانتركورس بنعمل اي او اي. هلا المرضى اللي بيكون في عنده اتش اي في بوزيتيف عشان اقلل الترانسميشن نعمل سبيرم واشنج، وبالتالي الترانسبورت بيكون عن طريق الانترايوتران انسيميناشن اللي هو الاي او اي. هلا ستيميوليتد سايكلز بالحد الادنى الافضل طبعا زي ما قلنا بدنا نعمل ستيميوليشن للاوفريز عشان تندوس الاوفيوليشن، وبالتالي نعمل نحسن السكسس ريت. هلا الناس اللي نوت كونسيفد بعد 6 سايكلز من الانسيميناشن، هلا طبعا هم عندهم برا الانسيميناشن سبيرم، السبيرم ممكن يكون من الدونر او من ممكن يكون من نفس البارتنر، وبالتالي وكان في عندي نورمال اوفيليشن تيوبال بيتنسي، في هيك حاله ممكن نعطيها افرذر 6 سايكلز يعني الانستيميوليتد معي لمده سنه لو المريضه في عندها مشكله بالانتركوس، انه نعطيها مجال انه تو دو اي او اي. لكن اذا كانت ستيميوليتد ما بنستنى عليها اكثر من 6 شهور، بتاخذ ترايل 2 3 4 5 6. بعد 6 ترايلز، والمرضى غالبا ما بيستنوا على 6 ترايلز، غالبا بياخذوا 1 اور 2 ترايلز، لكن كونه الكوست تبعه اقل والمشكله زي ما قلنا يعني هو الاي او اي بشكل اساسي بنستخدمه في حالات الميل فاكتور انفيرتيليتي، ففي الميل فاكتور انفيرتيليتي سكسس ريت بيكون اعلى، وبالتالي ممكن يكون والبروسيجر سمبل وما بيحتاج لجنرال انستيزيا، وبالتالي بنلجا له بدل الاي في اف. هلا الان اكسبليند انفيرتيليتي، غالبا المرضى لما يعني لما نعملهم كاونسل ونقول لهم ما في شيء مشكله، بتكون يعني مشكله اكبر عليهم ان هم حاسين انه ما في شيء يقدر الدكتور يعالجه، وبالتالي هذول المرضى زي ما قلنا بالحد الادنى ادفايس ذم تو تراي تو كونسيف بالحد الادنى سنتين، ممكن نزود لكمان سنه حتى يعني وجدوا انه لو بعد 3 سنوات خلال اول 3 سنوات ممكن يصير يعني هم بس كل مشكلتهم بيصير في ديليد فيرتيليتي او ديليد بريجنسي، بس بالنهايه بيصير عندهم بريجنسي. عشان هيك كثير في مرضى بنكون حاطينهم على لسته الاي بي اف بيرجعوا بريجننت، خاصه بنشوف هاي بشكل اساسي في الان اكسبليند انفيرتيليتي. هلا بالسلايد مبين اللي هو كيف طريقه الاي او اي او الانسيميناشن، هي سمبل بروسيجر وذاوت انستيزيا، بنستخدم سبيكولم تو فيجوالايز سيرفكس، والسبيرم افتر واشنج طبعا بنحطه بسرنج بنحقنه انترا يوتيران مش انترا سيرفايكل. السكسس تبع اي اي في اف سايكل بيعتمد على الايج بشكل اساسي، خاصه الماترنال ايج. هل المريضة صار في عندها previous treatment وكان failed أو كان successful؟ إذا كانت قبل هيك pregnant غالباً success rate بيكون أعلى، والمرضى غالباً اللي بيكونوا زي ما قلنا الـ obese أو الـ overweight الـ success rate تبعهم أقل. خلال فترة أو قبل الـ IVF to optimize يعني الـ general health للـ both partners should be advised to avoid الـ alcohol, الـ smoking, الـ caffeine، وخاصة إذا كانت جرعات كتير عالية. الستبس تبعت الاي في اف بغض النظر ايش البروتوكول اللي بنستخدمه بيعتمد على 3 ستبس. اول نقطه بنعمل داون ريجوليشن يعني بنوقف عمل الهايبوثالامس والبيتوتري يا اما عن طريق الاجونست او عن طريق الانتاجونست، استخدامهم بيعتمد حسب الفحوصات المريضه. هلا الكنترولد اوفيريان ستيميوليشن هذا الستيب رقم 2 انه احنا نعمل اللي هو سي او اس بتلاقوها اختصار، نعمل ستيميوليشن يعني عن طريق الليتروزول اللي ذكرناه، كلوميد عن طريق ال HFSH، بس بشكل اساسي في الاي بي اف بنستخدم جونادوتروبين ال HFSH، ما بنلجاش للدراجز تبعت الاوفيليشن اندكشن في حالات البي سي او اس لانه الهايبوثالامس والبيتوتري ما بتكونش شغاله منيح. بعدين بنعمل اوسايت ريتريفال لما يوصل الفوليكلز لحجم معين بتوقع انه يكونوا ماتيور، نعملهم كوليكشن
والإمبريو ترانسفير بعد ما نعمل فيرتلايزيشن أندر مايكروسكوبي بطريقة اسمها الإكزي، لأنه هلأ هم يا إما كونفنشنال الفيرتلايزيشن يا إما كونفنشنال، يعني بحط بشوف أو بختار أفضل كواليتي من السبيرم وبحطها عند الفوليكل أو عند الأوسايت بتكون فعليا، وبصير في ناتشرال اي في اف، هذا السكسس ريت تبعه أقل من الفيرتلايزيشن اللي بيصير مانيوالي عن طريق المانيبيوليشن أندر مايكروسكوب. بالنسبة للنمبر اوف امبريو ترانسفير يمكن ذكرناه بموضوع التوينز، انه الريكومنديشن نوت تو ترانسفير مور ذان تو امبريوز عشان نتجنب موضوع المالتيبل الجستيشن، خاصة اذا المريضة بعد هيك ديكلايند انه تعمل فيتوسايد او تعمل فيتال ريدكشن. هلا بنكون ممكن يعني العدد نكون نتساهل فيه شوي اذا كانت المريضة فوق ال 40 سنة او كان في عندها ريكيرنت بريفيوس اي في اف سايكل فيلير. اي مريضه عملت اي في اف لازم تضل على اليو تي ال فيس سبورت للحد الادنى اول 8 اسابيع، لانه نتيجه اثناء الاوسايت ريتريفل بنستخدم نيدل، النيدل بتعمل ديسربشن او بتعمل بتاثر على الفانكشن تبعت الاوفري، وبالتالي وجدوا انه البروجستيرون سكريشن دورينج اول 8 اسابيع بعد البريجنسي ما بيكونش سفيشنت وممكن يعمل مسكريج، وبالتالي شود بي سبلمنتد ويز بروجستيرون سواء تابلت سابوزيتوري انجكشن، كله نفس الاكشن يعني. هلا هاي طريقه الاكزي او الانتراسيتوبلازميك سبيرم انجكشن، بنمسك بالسكشن تيوب الاوسايت وبنجيب السبيرم افتر ريموفال اوف ذا زونا بيلوسيدا، بنعمل عن طريق انزيمز زي سمول تراك عشان الاوسايت او عشان السبيرم يكون او نقدر نعمله انجكشن، بنتركهم تقريبا 3 ايام لخمس ايام، نعمل امبريو ترانسفير او اللي هي عمليه الارجاع اللي بنحكي عنها. أهم indications إني لازم أعمل إكزي، لأنه بعض المراكز يعني خاصة اللي بيكون عليها لود كتير كبير ممكن تعمل conventional أو تضطر لإكزي. الإكزي بيحتاج embryologist هو اللي يعمله. أي مريض عنده severe problem أو severe deficit في semen analysis، أي مريض عنده azoospermy، أي مريض سواء كانت obstructive أو non-obstructive لازم نساعدهم عن طريق الإكزي، لأنه المشكلة بتكون أصلاً بالسبيرمي كواليتي. هلا اخر سلايد عن هاو تو بريزيرف الفيرتيليتي في المرضى اللي بيكونوا محتاجين لبلفيك سيرجري او راديوثيرابي او كيموثيرابي يعني دورينج تشايلد هود مالجنسي. هلا الناس اللي بيحتاجوا لراديوثيرابي في بشكل اساسي بنحاول نحط شيلدينج اذا المنطقه المعنيه مش منطقه البلفس عشان نبعد عن الجونات سواء للميل او الفيميل. هلا اذا كانت فعليا انا بدي راديوثيرابي للبلفس بعمل اوفيريان ترانسبوزيشن عن طريق اللابروسكوبي، يعني بحاول خاصه انه اليوتيوبس والاوفريز موبايل بحاول ارفع الاوفريز فوق منطقه البلفس عشان ما يصير عشان يكون الراديوثيرابي اكسبوجر at the minimum. هلا الفيرتيليتي سبيرنج اونكولوجيكال سيرجري، مريضه مثلا عمرها 13 سنه صار في عندها جرانولوزا تيومر او في عندها بوردر لاين اوفيرين تيومر، في هيك حالات بنعتمد على الفيرتيليتي سبيرنج سيرجري انه احنا بنشيل فقط الجزء المصاب يعني يونيلاترال اوفيركتومي وبنضل متابعينها وذ كلوز سيرفيلانس لغايه ما يصير في عندها بريجنس، وليتر اون ممكن نعمل الديفينيتيف سيرجري. هلا اي مريضه حتتعرض لسايتوتوكسيك دراج اللي هم الكيموثيرابي اللي بنعطوا سيستماتيك، في عندنا اكثر من طريقه، اذا كانوا مريض بنعمل واللي هي افضل او اكثر طريقه السكسس ريت تبعها اعلى، نعمل فريزنج للامبريوز يعني بنعمل اوفيوليشن اندكشن للمريضه قبل ما تروح باتجاه الكيموثيرابي،
وبناخد سبيرم، وبالتالي بنعمل بالضبط كأنه رايح باتجاه الاي في اف سايكل، بس بدل ما نرجع الامبريوز بنخليهم نعملهم فريزنج. الفريزنج ممكن يضل 10 20 سنة حسب الكواليتي تبعت الفريزنج ماشين. هلا اذا كانت المريضه عمرها نقول 17 سنه 13 سنه مش مريض، هلا في طريقتين. الطريقه الاولى انه احنا نعمل فريزنج للاوفا نفسها، يعني نعمل اندكشن هاي الفيميل وناخذ الاووسايتس عن طريق اللابروسكوبي ونعملهم فريزنج. مشكله الاوفا انه السايز تبعها كبير وبالتالي معظمها ووتر كونتنت، فلما نعمل فريزنج دوينج يعني لما نيجي نرجعها نعمل دوينج اثناء لو احتاجت لهدول الاكس غالبا ما يعني الكواليتي تبعت الاوفا بتروح وبالتالي بنخسر البويضات اللي بنكون اوريدي جمدناهم. هلا اذا كانت المريضه الان طبعا بيحكوا عن موضوع الاوفيريان تيشو ترانسبلانتيشن او بنشيل جزء من الاوفري بنعمل له كلتشر وبالتالي ليتر اون ممكن نعمل له ترانسبلانتيشن. هلا لساته يعني في جود ريزلتس عليه بس مش لساته نوت ويل استابليشد. بالنسبه للميل نفس الشيء، اذا كان الميل مريض بنحتاج افضل شيء نعمل امبريوز، لكن اذا كان ما في يعني مش قادرين نعمل امبريوز او نعمل فيرتلايزيشن نعمل سبيرم فريزنج. سبيرم فريزنج كان ريزيست البروسيس تبعت اللي هو الفريزنج دوينج بروسيس على عكس الاكس، وبالتالي يعتبر السكسس ريت تبعه اعلى.